معانا اتصال هاتفي من اخونا العزيز بشار الصايغ. حياك الله اخوي بشار، ويا هلا ومرحبا فيك، واحنا سعداء بالتواصل معك، ولك حق ولك حق الرد، وخصوصا يعني ايضا اخونا ابو محمد قال يعني بالعكس انا اتشرف انه يعني يدخل في اي مداخله، فالكلمه لك بعد الترحيب، ويا هلا ومرحبا فيك. مسكم بالخير، وارحب بك اخوي احمد وعلى اخوي العزيز محمد اخوي رياض. سلمك ما قصرت، حياك الله، تفضل. الله يحييك. يعني طبعا انا اول شيء اكد على حريه اخوي رياض فيما قال عن التحالف الوطني، ان صالون ومجرد 35 عضو وتسعه، لكن انا اقول انا فخور ان هذا الصالون اللي يراه اخوي رياض في يوم من الايام كان له دور رئيسي في تحقيق اصلاحات سياسيه كبيره في حقوق المرأة السياسية، نعم، في الدوائر الانتخابية، في إسقاط المجلس اللي طاف 2009 والحكومة اللي سابقة. إذا الصالون هذا كما يراه أخوي أبو محمد أنه مجرد صالون وقدر يسوي كل هذا، فأنا واحد فخور أن أكون في هذا التيار. نعم، هذا شيء. الشيء الثاني أبي أوضح حق الإخوان المشاهدين نقطة جدا مهمة فيما يتعلق في محطة الزور اللي أخوي أبو محمد يعني تعداها بشكل سريع. اولا هذا مو كلامي، هذا كلام الاخ عادل الرومي رئيس جهاز مبادرات. نعم. شو يقول؟ يقول الجهاز الفني قام بعد اعلان نتائج، نعم، محطه الزور بعرض كل المستندات على ديوان المحاسبه الذي اصدر بعد دراسه حثيثه موافقته على جميع الإجراءات التي تمت بهذا الشأن مانحا وزارة الكهرباء والماء موافقته لتوقيع العقد. أنا ما أدري أخوي محمد منياد للديوان رفض. يبدو أن أخوي محمد مثبت ما بين جسر جابر ومحطة الزور، قد يكون كذلك، أو قد يكون يعني مخرج للابتعاد عن ديوان المحاسبة. هو الحين السؤال أصبح واضح، الموضوع أصبح واضح. الحكومة أحالت محطة الزور لديوان المحاسبة وأخذت بموافقته، فإذا كان هناك تلاعب وإذا كان هناك تجاوز على القانون، فأتمنى من محمد أن يوجه اتهامه للأخ عبد العزيز عدساني. أما إذا كان وقت بالنسبة له محرج هذا أمر آخر، وأتمنى من أخ محمد يسأل يوجه سئلته هذا التصريح عادل الرومي رئيس جهاز المبادرات يبدأ يسأل عنه. هذه النقطة. النقطة الثانية يقول محمد ان اللي فائز الوكيل المحلي او شركه محليه. شركه إعلان الشركه المحليه، اي اعلان الفائز كان لشركه فرنسيه وليس لشركه محليه. الشركه الفرنسيه والشركه نفسها اصدرت بيان ان هي فازت في هذه المحطه في كونسورتيوم او بتحالف يضمها ويضم شركه ثانيه يابانيه او كوريه يابانيه، نعم، وشركه كويتيه، وكان كلامها واضح. 17.5% للشركة الفرنسية، 17.5% للشركة اليابانية، و 5% للشركة الكويتية اللي هي شركة عبدالله صقر. فأنا ماني قادر أفهم لماذا يصر أخونا أبو محمد أنه يربط المحطة في شركة عبدالله صقر ولا يقول الحقائق للناس. اللي فايز هي شركه فرنسيه كونسورتيوم. اوكي اوكي، وضحت والشغله الاخيره، ايه، يبغى يتم الترسيه. الجهاز مبادرات حط اعلان في الصحف لجميع التحالفات، ولا كان التحالف الفرنسي الوحيد اللي يضم شركه كويتيه، كان في تحالفات ثانيه تضم شركات غير كويتيه. هذا اللي حبيت اوضح الناس. نعم، لا خليك وياي بشار. بشار خليك وياي في ابو محمد رد على الكلام اللي انت قلته، تفضل ابو محمد. الكلام كله مو صحيح اللي يقوله. اه، اولا يعني اذا مع كل احترام والتقدير لعادل الرومي، انزين، مو معناته اذا قال الكلام معناته صحيح. انا قدره وشخصه واقدر هذا الشخص يعني وايد اقدره، ولكن اللي حصل طلع اعلان وانا اثبت كل خطوه. اي، نزل في كويت اليوم في شهر 11، انزين، في سنة 2011، اللي ذكروه كالآتي: أن الشركات، تلك الشركات مدرجة في سوق الكويت الأوراق المالية، ولا واحدة فيهم مدرجة إلا واحدة ومارست عليها. هذه نقطة. النقطة الثانية، القانون واضح، قانون 39 لسنة 2010 يجب أن تكون شركة مدرجة في سوق الكويت الأوراق المالية وبتحالف، يعني يجب أن تكون مدرجة ومتحالفة. نعم، فنعم التحالف إيه،
إضافة أن تكون شركة مدرجة. ولكن أنا مع احترام والتقدير للعائلة ما أبي أذكر الاسم، نعم، الشركة نفسها مو مدرجة، فهي تحالف لكن مو مدرجة. إذا كان الإجراء صحيح، شو اللي خلى الحكومة تصدر مرسوم ضرورة بتغيير القانون ويخلونها تكون شركة مدرجة أو غير مدرجة في سوق الكويت أو أوراق المالية؟ إذا الترسية صحيحة ليش عدلت القانون؟ هذه نقطة. النقطة اللي هم من هذا كله، إذا قالوا التحالف إحنا أسقطنا حكومة ناصر محمد، فهم أول من أيدوا حكومة ناصر محمد. ما أسقطوا حكومة ناصر محمد، وقضية الإداعة كان موقفهم رمادي. يوم كبرت الموجة وركبوا الموجة معاها. إنزين، أقدر كثير منهم وعندي اختلاف مع جزء منهم، وهذا وارد. يعني النقطة اللي أنا بقولها لديوان المحاسبة، إذا ديوان المحاسبة غلطان أقول غلطان، وأنا يوم من الأيام صوت ضد ديوان المحاسبة وأنا بذكرها. عندما قدمنا تحقيق على التأمينات الاجتماعية موجودة في المضبطة، وأنا ما عندي موضوع والله أبوي عمي أقدرهم واحترمهم، بالعكس ويمونون على الرقبة، ولكن عمل البرلماني هو عمل وطني، ما عندي هذا أخوي وخالتي ولد عمي. وجهنا تحقيق للتأمينات الاجتماعية، وكان رد الديوان كالآتي: أن بمقدور الديوان أن يفحص السجلات المحاسبية داخل الكويت وخارج الكويت. فصوت أنا ضد، قلت لا يمكن قدرة الديوان يفحص خارج الكويت، نعم، في استثمارات بالفلبين، في بجورجيا، في جنيف، فقلنا داخل الكويت صح محل تقدير الديوان يقدر، ولكن خارج الكويت نبي شركة معتمدة عالميا مختصة في التدفقات النقدية والسجلات المحاسبية. أنا صوت وغالبا نعم. المجلس صوت مع الديوان ترى بالنهاية، نعم. فديوان المحاسبة بعدين أنا ما خلط زور ويا جسر جابر. جسر جابر صح ديوان المحاسبة قاعد يقول هناك خطأ وخلى المسؤول على رئاسة الوزراء، ولكن قضية الزور أنا عندي 3 كتب ترى ما أتكلم إلا في مستند، نعم. زي إذا أنا قاعد أقول عنكم غلط رفعوا علي قضية. أنا أقول لكم رفعوا علي قضية، شلون يعني؟ ليش ما رفعت علي قضية؟ لأن تدرون كلامي كله صحيح. الشغلة الثانية، 3 مرات ديوان المحاسبة حولوها لجنة ورفضوا، نعم. ثاني مرة رفضوا، ثالث مرة كان يطلع كتاب ويقول الديوان سووا هالإجراءات وتكون صحيحة. شو اللي حصل؟ صدر مرسوم الضرورة هني. شو علاقة مرسوم الضرورة في الموضوع؟ إذا الديوان أخطأ بقول أنا أخطأ، واضح. إذا الديوان خدمة المدينة أخطأ بقول أخطأ، ردك إذا بشار. الاتحاد هني أخطأ أخطأ، ما عندي علاقة مع ردك. أي شخص إلا علاقة وطنية. واضح أبو محمد، ردك أخوي بشار. يعني عشان نكون دقيقين، القانون 2010 نعم قال تطرح على الشركات المدرجة في البورصة والتحالفات الأجنبية، ليس بالتحالف مع الشركات الأجنبية، وهناك فرق لغويا ما بين الشركات المدرجة في البورصة والتحالفات وبالتحالف. وأتمنى حق أخوي أبو محمد يرجع حق القانون ويقرأها. لحظة أنا واقف عند هالنقطة. شركة مدرجة وإلزام أو مو إلزام، إذا شركة مدرجة أو شركة أجنبية أفصل، وهذا إطار القانون. ترجع للائحة التنفيذية أو المذكرة مال التفسير. اللائحة التنفيذية واضحة. اللائحة التنفيذية تستند على القانون. الأساس هي. القانون شو اللي قالوا؟ قالوا مزايدة علنية، يعني مو أظرف، اللي صار أظرف عطاءات، هذه مناقصة مو مزايدة، هذه أول مخالفة. يجب أن تكون شركة مدرجة، شركة مو مدرجة، فكلامي واضح. نعم بشار، ردك وكلمتك الأخيرة بشار. إيه بس عندي تعليق، لما الأخ قال ركبنا الموجة، نعم، اعتقد ان ابو محمد في وقته ما كان متابع الوضع السياسي في الكويت، او يعني كان بعيد عنه من شغل عنه. بس احب اقول له ان اول مؤتمر صحفي في موضوع الاذاعات بالتعاون مع القوى السياسيه صار في التحالف اللي قلته، واول ندوه. نعم اللي قلته فيه من حيث المبدا، لا انت مو الرصاصات الخمس، هذا هو؟ لا 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 لا, لا, لا. انت ترجع حق التاريخ حتلقى هذا. انقطع الاتصال، عاودوا الاتصال مع أخوي بشار يعني في هذا الموضوع. محمد حاول تحاول هو بالنهاية لما أنا أتكلم، أنا تكلمت لحظة، أنا تكلمت عن كل التيارات، ليش التحالف تأثر؟ ما تكلمت، أنا أسألك ليش تأثر؟ ما أدري. أنا تكلمت عن الإخوان المسلمين لما قلت عن كان بحضر القرضاوي الكويت، وقلت أنه يوم من الأيام مجد صدام، وأكبر خطأ أني حضر الكويت. يعني ما تكلموا الإخوان المسلمين ليش؟ لما تكلمت عن إجراءات فرضا بالسلف أن من أيد الصوت الواحد قبل حكم الدستورية ما قالوا شيء، نعم. عارضتهم. ليش التحالف؟ شو معنى التحالف؟ أنا أقول بشار شو معنى التحالف؟ الشعبي اختلفت معاهم، ايه؟
ما قالوا شيء، ناس اختلفت معاي ما قلت عنهم شيء، ناس جرحتني ما قلت عنهم شيء. سمعنا سمعنا انت ويا بشار هذه اغنيه رباب الله يرحمه. ليش بكل امانه ليش بشار؟ نعم اسمعك. ليش انتم الوحيدين يعني اللي رديتوا على رياض العدساني؟ يقول لك انا انتقدت الاخوان المسلمين، التكتل الشعبي، الاخرين. هم الاخرين انتقدوني ولا قلت شيء. ليش انت وزعلته؟ يعني انا اقل متابعتي ما اذكر ان ابو محمد قال ان التكتل الشعبي ينشر الدينار ويبيع الدينار والكلام هذا كله. خلي يقول الحين ابو محمد هالكلام عن الحدث وعن التكتل الشعبي، ما يعني اذا كان انتقاداته بسيطه وناعمه هذا شيء ثاني، بس لما اتهامات للتحالف الطريق هذا طبعا ما نسكت. بعدين لما يطلع اتهام من نائب وليس مواطن اكيد بنرد عليه. حلو. اذا هو يعتقد انه هو نائب مثل ما تفضل قال انا نائب ولا انا ما ارد على مواطن، نحن نرد على النواب ما نسكت. واذا هو يعتقد انه والله انا تكلمت عن الشعبي تكلمت عن الحدث كلامك عنهم ناعم، لا قول هالكلام اللي قلت عن التحالف عن الشعبي وحدث شوف ردة الفعل. بس انا اعتقد يعني بالاخير يعني ما اتوقع ان انت ممكن تهاجمهم. اوكي اوكي بشار في كلمه اخيره. يعطيكم العافيه وقواكم والله حبيبي. انزين تعليق. انا ارد لا ما اقول له ما ارد على مواطن مو مسه صغيره، بالعكس جزت من شانه. ولا من حقي استصغر ما ارد على المواطن، لان المواطن من حقه ينتقدني، المواطن هو اللي نجحني. احنا مو طيب ان نرد على المواطن. نعم احنا بالعكس قصبا علينا نسمع لهم، مو بشار وغيرهم احنا نتكلم. ليش فهم هالعكس؟ لانه يفهم وجهه النظر غلط. المواطن اليوم احنا نمثله، ما ارد على مواطن معناته ان انا مو معناته اترفع عنه، معناته المواطن لما ينتقدني محل تقدير، هذا اللي اقوله انا. نعم. فارد على نائب بس ارد. ليش يقول لك نقدك ناعم؟ شلون نقدي ناعم الاخوان والتكتل اليوم الشعبي؟ اليوم الخطاب اللي توجه لسمو الامير كان كلامي واضح زي وانتقدت الخطاب. وين الانتقاد تقول ناعم؟ شغله ثانيه لما تكلمت عن الدينار، انتم تعاملكم بالمناقصات، غيركم ما تعامل في المناقصات. اللي تعامل في المناقصات بقول عنه، ولكن انا وجه اتهام على اساس اراضي التحالف واراضي بشار ساير؟ لا والله ما انا مستعد اراضيك وانا اظلم غيرك. الشيء الغلط بقول عنه غلط. نعم. والناس قالت عني امور وايد غلط، قالت امور وايد صح تقبلتها. يعني بالنهايه حتى التحالف لما يكتبون عني كل كتبه باعتقادك ليش ما يتقبلون نقدك؟ هم متعودين يعني نوعا ما انه يجاملونهم الناس. واليوم ما في وضع للمجاملات. وانا ارد اقول انا ما اشمل الكل، وحتى الكل التيارات يبقى فيه الزين وفيه السيء. صحيح. وهذا وضع المجتمع بشكل عام. نعم. يعني نعم.